عمي عدنان الزرفي لن ترى كرسي الرئاسة، لن تمر. النائب محمد الغبان من بدر اليوم غرد لك، يقول لك شلون ارتضيت نفسك تشترك في تجاوز حق الأغلبية؟ ما ندري حق الأغلبية يقصد به النيابي لو المكوناتي. والسؤال إذا فعلا مثل ما قال الغبان ونحط رئيس الجمهورية تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية وبطل مرسوم التكليف، كل من يروح لبيتهم لو أكو وراها محاكم وطلايب. موقف المكونات من بعضها يبقى أساس الشراكة بنكهة المحاصصة، لو أبو الطوبة يأخذها ويطب لبيتهم. ورئيس الجمهورية إذا يعني مغضوب عليه من الكتل اللي تجاوز على حقهم، ليش قاطعين عليه الطريق بالسوشيال ميديا؟ خوي لزموا له باب البرلمان ويقيلوه، اجتمعوا قرروا بس قبلها حطوا مرشح واضح يرضي الشركاء والشارع، وبعدين تعال سولف على حق الأغلبية. حق الأغلبية مصان وكنا نريد نحافظ عليه وياكم، بس مو تتجاوز حق الدستور وتنتهك توقيتاته بلجان اتفقت على ألا تتفق. مو